وعادات مصرية قديمة لاحتفال برأس السنة. عن هذه العادات تحكي لنا ندى حجازي في التقرير التالي. عادات وتقاليد الاحتفال برأس السنة في مصر راسخة لا تتغير. من أحب العادات المصرية إلى قلبي هي التخلص من كل ما لا نريده تيمنا بأن العام المقبل سيأتي بالأفضل. ولا تقتصر هذه العادة على الأشياء المادية فقط، بل المشاعر أيضا، فيتسابق الجميع للتسامح وتقام مجالس الصلح بين العائلات المتخاصمة، تحل الكثير من المشاكل بشكل ودي وبالصفح وبتناسي الضغائن. الصلح خير ونتصالح، الصلح خير. الاستمتاع بالتنزه في الحدائق من سمات احتفال المصريين برأس السنة، بجانب الاحتفالات والمغامرات، فالكثير وأنا منهم يفضلون قضاء آخر يوم في العام على قمة جبل أو في خيمة بالصحراء البيضاء أو بأحد العيون الساحرة في سيوة. أما البعض الآخر فيقدس الاجتماع بعائلته وقضاء لحظات دافئة معهم، ولا ننسى محبي التسوق ومنتهزي تخفيضات آخر العام. مبروك يا فندم التلفزيون. الله يبارك فيك. يا نهار اسود، دخلوا البيت منين ده؟ حلو قوي، هاني تخلي يسوق. طيب وليه ايباد؟ البنت لسه 7 سنين. يا ابني كل ما في فصل عندهم، والله ده مهم قوي في الهوم. ولا ننسى الكعك الذي بدأ منقوشا بالتعويذ والطلاسم في مصر القديمة لتتغير أشكاله على مر العصور، ولكن لا تتغير مكانته الأساسية في كل احتفال مصري. لصباح العربية ندى حجازي.